موسيماني في اختبار صعب، لكن النهارده من لحظه حتى وصوله، من قبل ما يوصل واحنا حاسين بالروح وبقد ايه هو يعني شخصيه متحمله المسؤوليه وتعرف جيدا يعني معنى او قيمه النادي الاهلي. كابتن رمضان، اكيد هو قبل ما يجي الحقيقه، ويمكن هو كمان اعتقد من موسمين ثلاثه، هو الراجل امنياته ان هو يدرب النادي الاهلي. يعني امنيه كبيره جدا بالنسبه له، عشان كده هو حافظ لعيبه النادي الاهلي وحافظ يوظفهم ازاي. ما خدش وقت، يعني احنا يمكن لو كنا دخلنا هاني في مدير فني اوروبي، اعتقد ان كان ممكن كمان يقولها بصراحه، يقول لك انتوا ادونه فرصه ماليش دعوه بالبطوله. صح طبعا، يقول لك انا ماليش دعوه بالبطوله، ادونه فرصه. انا جاي بقى في وقت حرج، ادونه فرصه لغايه ما اعرف لعيبتي واعرف اوظفها ازاي. الراجل ده جاي حافظ كل لعيب عنده ايه وبيلعب فين، وكان هو كمان الفتره اللي فاتت دي بيلعب في حته مش مكانه، يعني الراجل كان ملم بكل حاجه، عشان كده ما خدش وقت. يعني ده صحيح دخل في فرقت، وعارف كمان الخصم اللي هتلعبه. ده وفي نفس الوقت عارف الثلاث منافسين اللي معانا، يعني عارف الرجاء وعارف الوداد وعارف الزمالك وعارف الزمالك طبعا. فلا هو يعني اختيار موفق جدا 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 الحقيقه.